رحمة الله. نهار الخميس الخميس اللي فات صافي هو لو 8 21h56 اكزاكتومون ولدي جا هنا قدام الدار ديالو ستاسيون الطوموبيل بغى يدخل للدار ديالو اختطف من هنا خطفوه هنايا من هنايا بشي ناس كانت عندهم جيب واحد جيب نوع جيب وشي طوموبيلات اخرين شي هادشي اسمو كان شي طوموبيل وحده كانوا كثر غادي يكونوا كثر لانه هو شويه كي تبارك الله صحيح وكلشي راه ما غاديش يقدروا عليه اسمو ما عليناش خطفوه دوه دوه من نهار الخميس الليل انا للجمعه في الليل عيط لي واحد الولد كيعرفو قال لي ولدي ولدك راه اختفى هذه يومين ما بانش وهذا وسيرتو ولدي ما غاديش وخلى الطوموبيله هنا والسوار تلقاهم العساس باغتيغ في الارض في الارض وفيهم اطراس ديال الدم والعساس ما عطاهمش لشي واحد ولا عطاهم للبوليس بقى كيتسناو حتى للسبت يسحب راسو غادي الدري يجي وغادي يعطيه السوار ديالو ما عليناش هو هذاك النهار اختفى فيها انا جيت السبت جيت في الطياره السبت مع ال 11 تاع الليل جيت ديريكتومون لا بريفكتور لولايه الامن للشرطه القضائيه اللي كنحييهم من هذا المبدر على الجهود اللي وقفوا من نهار السبت ملي جيت ما نعسوش ما 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 ما, ما توقفوش ليل ونهار ليل ونهار حتى وصلوا لهذه النتيجه ديالهم ما كان عندهم حتى شي اش نقولوا حتى شي حاجه باش يوصلوا لهاد المجرمين ولا شي حاجه واعتقلوا هذوك الناس منهم واحد المجرم معروف بالاختطاف ومعروف بالقتل والاختطاف وهو اللي كان السبب ديال هذا الشيء هو اللي دبر لهذا الاختطاف وراه الان معتقل بمحكمه الاستئناف على ذمه قاضي التحقيق ومن بعده شدوا خمسه او سته ديال الاشخاص وخدموا البارح الاربعاء قدموا واحد والنهار الثلاث قدموا واحد وغدا غادي يقدموا اسمه القاتل سيلوي كي كومي المورت هذاك المجرم لا هاد الاشاعات اللي كيقولوا على ولدي بان لقاوه مليوح الجثه ديالو داكشي كلشي كذوب لحد الساعه انا يلاه جيت من الولايه باقي ما لقاوش الجثه ديالو متبعين الخدمه ديالهم الله يجازيهم بخير لحد الساعه ما كايناش الجثه حنا راه هنا اسمو ما لقاوش الجثه وكاين الاشاعات كيقولوا لقاوها في الرباط كيكون لقاوها في الواد ما عرفت اسمو في المحمديه وداكشي كلشي اشاعات وهما هذاك السيد اللي قاتلو داكشي راه معترف بالقتل ولكن ما عارفش فين داروا الجثه اما من غير السياره هذيك الجيب اللي كانت قامت بالاختطاف ديالو هزوها فيها لقاوها في المحمديه وكانت نهار الجمعه في الصباح جابها واحد وداها لواحد هذيك اسمها ديال الغسل السيارات لافاج ديال السيارات وقام هذاك مول لافاج ديال السيارات راه مشدود حتى هو ما عارف هذاك المجرم وشاف الدم وما علمش وهذاك المتعلم ديالو مسكين زعما ضر عليه قال لي ودي الدم ديالو شو داكشي قال لي لا هاد الناس راه كنعرفهم كيديروا لاشاس كيديروا الصيد فهمتي وضر عليه باش يغسلها لانه خدام وهذاك مول ستاسيون على علم بان هادوك الناس راه داروا شي جريمه وراه كاين الاثار ديالها وغسلوا داكشي هذاك الشيء باش ما يعني كاين اخفاء وكتصعب على رجال الشرطه مساكن كتصعب عليهم اللي كيمشيو كتلقاو هذا الشيء فيما كيمشيو كيلقاو بزاف وعملوا بزاف مجهودات ولحد الساعه كنحيي رئيس الشرطه القضائيه السيد الادريسي الله يجازيه بخير هذاك الراجل خدم معنا وكان في نفس هو اللي واقف على كل شيء على الاجراءات وعلى كل شيء والان خليته ما نعس ما والو ما كال ما والو باقي في البيرو شريف شنو السبب ديال هذه الجريمه؟ شنو العداوه اللي عند هاد الناس مع ولدك تيديروا لحد الساعه يلاه كيقولوا بان هذاك الملقب بالتيربو كان ضارب مع ولدي هذه الشهر وزياده في شي ملهى ليلي ضارب معاه ومن تما ما بقاش شافو ولكن ولدي كان كيعلم بان هذاك السيد حيت عارفو كينتقموا من اسمه وهذاك السيد هو المجرم الرئيسي وهو اللي مون هذوك الناس اللي جاو
لان هذوك الناس اللي جاوا اختطفوا راه ماشي من المغرب، هذوك اللي اختطفوا اللي قاموا بعمل اختطاف راه افارقه وهما من فرنسا، من نواحي فرنسا بالضبط بواسي 78 ولا ما 78 بواسي ناحيه باريس مشدود في وعاء واحد، ولكن ماشي هما كاين فيهم اللي مشى غادر التراب الوطني حيت خدموا خدمتهم الجمعه وقتلوه وسالوه وفضوا ومشاو بحالهم وخلوا الاخرين باش يكملوا الدفن. حنا كنشوفوا شكون اللي يدفن الجوتا ولا شكون اللي اختفى هات وصافي. اضاحات بان انا اللي بقات فيا الحال هو ان ابني مقتول وكل شيء، والناس كيهضروا على المشهوره زوج المسام، ما كيهضروش على الانسان مسكين الهالك اللي مات، كيهضروا على زوج المسمات فلانه ولا فلانه كاع ما نسميها انا ولا ما نسميها. واش عنده شي دخل في هذه الجريمه؟ واش انا كنتهم كل شيء، لان ملي تزوج بها هو عنده المشاكل، من نهار تزوج بها هو تزوج بها نهار 26 في شهر اوت 2023 وهو عنده المشاكل حتى لحد الساعه. فهمتي؟ كتشوف هي عندها شي دخل في هذه القضيه. امها ملي جات دخلوا للدار ونقزوا، ما عندهمش الحق ينقزوا، كانوا يعيطوا كل نيتهم مزيانه، كانوا يعيطوا للشرطه يجيو، هما نقزوا وحلوا الباب ودخلت ومشاو استغلوا اش كاين في البيت من الفلوس ديالو ولا شوف اشنو كاين ونقاو الدنيا. انا السبت جيت لقيت الدنيا بروبر نقيه، ما كاين حتى حاجه، تقول داز كل شيء حيت كان الاموال ديالو والكوفر ديالو محلول. السبب غنكذب عليك لا قلت لك شي سبب، هو ان هذاك المجرم هذاك اللي كيتيربو مضارب معاه في واحد الشهر قبل هذه سيتو، والاخر حكاها فيه، هذا الشيء اللي كاين. اما اللي كاين اللي كيقولوا بان ولدي راه تاجر مخدرات ولا شنو راه ما كاينش هذا الشيء منه. انا براسي باللي جا هنا انا وامو مسكينه اللي خدامه شحال من عام، ديك الشيء اللي كان جا مع ديك الدراري عطيها ليه، وانا عطيه الفلوس ديالي كلهم، بعت واحد الدار وبعت اسمه وعطيه الفلوس كل شيء باش يبدا بالمشروع ديالو. فهمتي؟ وهاد الفلوس المشروع اللي كان غادي يدير كان عنده ديال الحلاقه والتجميل شي سونتر. ها كان باغي يدير شي سونتر مدرسه ابخي كان باللي سال حيت كانت مع ديك الجائحه وداك الشيء كان حبسوا وداك الشيء ووقع ما اسمه. دابا ديرنيرمون كان غادي يدير سونتر ديال لافورماتيك. شنو العقوبه اللي كتطلب لهاد الناس اللي قتلوا الكل؟ انا كنطلب الاعدام سيرتو لهذاك الراجل اللي ديما كيتشد وعنده سوابق في هاد الشيء واسمه. والسلام عليكم. شكرا.